الاخر. اذا المراه المغربيه اللي غتزيد هذه البلاد لقدام، وفرحانه بزاف انني في هذا المجال السينما قسمت المخرجات المنتجات وعسست قلبي كل اجي زيد اش انا اليوم عاد جيت كنت غدا يلاه جيت اليوم دونك بالنسبه لي فرحه كبيره لان اليوم الاول عندي انا بفرحه كبيره لان بعد انقطاع المهرجان عن مده سنتين تقريبا بسبب الجائحه ديال كورونا فهو راه ولا رمز ايكون ديال مدينه مراكش اللي نقدروا نسوقوا بها الصوره وليماج ديال ماشي غير مدينه مراكش ديال المغرب كامل كذلك الاشعاع الثقافي والاشعاع الفني اللي كتقدر تعطي فاحنا ما يمكن لنا نكونوا فرحانين اننا نشاركوا الى جانب الافلام المغربيه كذلك اللي مشاركه اللي خاصنا ندعموها كذلك بالحضور وبالمشاهده ديالها والجمهور ديال مراكش وانتم كذلك الناس ديال الاعلام اللي كتعطيو القيمه وكتعطيو الرمز ديال الافلام المغربيه باش تقدر تسوق اكثر ان شاء الله. عادل واش خاصه اليوم على الاطلاله ديال بحال اللي خسروا في الايام الفنانات 30 مليون 200 مليون؟ انا ما عرفتش انا داك الشيء ديال 200 مليون انا عادي انا مع راسي انا مع راسي هنايا مع راسي هنايا لا ما لابش 30 مليون كلشي ديال الله. با جديد كاين فيلم سينمائي غيخرج لو 21 21 في هذا الشهر في ميكاراما في كازا فيلم المارشي لا مارشونديز السلعه ديال محمد نصرت برودكسيون الشاوي مدير انتاج محمد الكغاطي الى جانب الممثلين عبد النبيل البنيوي كمال القديمي فاطم الزهراء الحراش غيخرج ان شاء الله 21 في هذا الشهر في ميكاراما لوفيرتور ان شاء الله بوغ لي سال يعني دو سينما وماروك الى جانب فيلم اخر سينمائي ان شاء الله اللي غيكون العام الجاي ان شاء الله لا طول الله العمر التلفازه كذلك جايه اعمال اللي غتقدر تخرج في رمضان ان شاء الله خليها مفاجاه بانه شويه الخدمه ديالته كيفاش كانت تعمل شكون قال قاصح انا عارف لا لا بالعكس ماشي قاصح نصرات كيحترم خدمته الانسان اللي كيحترم خدمته كيبغي يخدمته كيديرها كوم ميل فو دونك هنا باش كيبان قاصح نو وانا خاصك دير لاطاج ديالك ودير خدمتك كوم ميل فو ما كاينش مساله قاصح بالعكس هو انسان اللي كيخمم تجربه ما يمكنش تنفيها 25 30 سنه ديال الافلام الاجنبيه والامريكيه مع مخرجين كبار دونك بالعكس نصرت جاي كمخرج اللي يقدر يطعم المجال الاخراج في السينما كذلك في المغرب او التلفازه باشياء جديده لانه ضابط الامور ديالو التقنيه وضابط الامور ديالو بالتجربه اللي اكتسبها مع الافلام الاجنبيه اللي خدم بزاف. هو الرؤيه ديالو ديما تكون شويه مختلفه وغالبا تيجبد من الممثلين افكار مختلفه واش غادي نشوفوا عادل في دور مختلف على شنو الفنان؟ با هو الدور مختلف ماشي بحال الادوار الاخرى اللي درت يعني في السينما ولا في الدراما مي خلي الجمهور يكتشفها لان لا مارشونديز هي علاقه بالحدث اللي واقع ديال الهجره شويه كاين لان هو الاشكال لما كاين الشخصيات اكثر شخصيات بزاف سيتو على الظاهره ديال التجار بالبشر تجار المهاجرين سيتو خاصه من جنوب الصحراء السيف الصحاريان كذلك سيتو خاصه انا مع المغرب اطار التعليمات الملكيه على اساس اننا تكون المغرب بوابه افريقيا كذلك ان احنا راه افريقيا احنا راه شكون احنا احنا راه اصلنا افريقي كذلك من القاره الافريقيه دونك نكونوا حاضنين للسوب الصحاري الناس ديالنا وخوتنا اللي من جنوب الصحراء باش نقدروا المغرب يولي قاطره في القاره الافريقيه ان شاء الله. بارك الله فيك حقيقة زعما كيسعدني انه نجح وزعما كتبته من القلب وفرحانه انه رغم ان كاينه بروغراماسيون مره في السيمانه واخا هكاك دائما عنده مرتبه كبيره دونك الحمد لله فوالا 30 مليون انا الفرحه ديالي الى اباغ لان كنعرفوا بان المهرجانات كيامنوا بواحد النوعيه ديال الافلام دونك هنايا بحال اللي كنفتحوا الباب لواحد النوعيه ديال الافلام وحده اخرى اللي هو فيلم الشباك فيلم الشعب فيلم الفرجه حيت حنايا كنديروا دي ديفيرتيسمون حنا ما باغيين نعطيو دروس لحد ما عندنا دروس ما نعطيو حنا باغيين نضحكوا الناس يدوزوا وقيت زوين وهذا الفيلم فريمون مديور العائله وعرف نجاح كبير لان الناس حسوا به بان لهم فوالا حنا اون بلان تورناج ديال نوتر دوزيام لون ميتراج حتى هو اوتو بروت مالوغوزمون دفعناه للدعم ثلاثه المرات وكنقولها كنسطر عليها ثلاثه المرات ما عرفتش علاش ما خداوش وحنا قررنا اننا نوضو نديروه من المال ديالنا الخاص وتنظن يجي لو فلاغ تنقول بانه ان شاء الله غيكون عارف نجاح. شكرا.